مرحبا بكم أصدقائي في فيديو اليوم، وهو عبارة عن فيديو سوف نكتشف فيه كيفية إيجاد الأعطار بواسطة جهاز الملتيمتر بخاصية الصافرة. ابقوا مع الشرح. نقوم باختيار أداة الصافرة كما ترون، هكذا هذه هي، سوف أضع صورتها في الفيديو. ومن ثم نسمع الصافرة حينما نقوم بتوصيله. مثلا لدي مصباحين، واحد معطل والآخر شغال، كي نعرف من هو المعطل ومن هو الشغال رغم أني أراه. سوف أشرح لكم كيف. نقوم بوضع هذا هنا، ونضع واحد هنا هكذا، والآخر هنا. لم نسمع الصافرة. وحينما نأتي للمصباح الشغل الذي يشتغل، نضع واحد هنا والثانية هنا، نسمع الصافرة كما ترون. الآن مثلا لكي نعرف هل هذا الكيبل غير مقطع من الداخل، نعرف هل هو شغال أو لا، نضع أو نعرف هل هذين السلكين منفصلان أو يوجد كوب سيركوي بالداخل، هل هما متصلان أو منفصلان. لأن إن كان هذين السلكين متصلان، حينما أضعه في الكهرباء سوف ينقطع الكيبل وسينفجر. نعم، نضع هذا هنا ونضع الآخر هنا. لم نسمع الصافرة كما ترى، لم نسمع أي صافرة، يعني الكابل لحد الآن شغال. لحد الآن جيد. والآن نرى هل التيار يمر من هنا إلى هنا أو يوجد عطل في داخل السلك. نضع الكابل الأول هنا والثاني هنا. هنا الكابل شغال. نضع الآخر هنا والآخر هنا، الكابل شغال كما ترى. هذه الطريقة يمكن استعمالها مع جميع الأسلاك لكي تعرف هل التيار هل هو سلك متصل أو منقطع، ولكن لا تجربها على مأخذ التيار والكهرباء متصلة. يجب قطع الكهرباء كي تقوم بتجربة هذه الطريقة. أتمنى أن تفهموا الطريقة. والطريقة عبارة عن معرفة هل مثلا كابل أو سلك أو مأخذ تيار أو أي شيء كهربائي أو إلكتروني متصل مع بعض أو لا. حينما تكون متصل يمكن استعمالها في أي طريقة، فقط تجنب استعمالها والكهرباء متصلة. وحينما تريد أن تجربها في المذربورد كرة الأم، لا تقوم بتجربتها في مقاومة أو شيء كي ترى هل هو شغال وهو متصل على المذربورد. يجب نزعه، لأن المذربورد يوجد هناك، يمكن أن تسمع الصافرة مثل هكذا، ولكن المقاومة أو أي شيء معطل. رغم ذلك يمكن أن تسمع هذه الصافرة، لأن المذربورد يتصل بها العديد من الأشياء. حينما تضع هذا في مكان وهذا في مكان، يمكن أن تكون هناك ضارة، يمر التيار من طريق آخر ليس من المقاومة. كان هذا هو الشرح لنا لليوم، أتمنى أن يعجبكم. ولا تنسوا أن إن أردتم أن أشرح شيء آخر عن جهاز الملتيمتريك أو الملتيمتر، سوف أقوم بوضع فيديوهات أخرى إن شاء الله. وإن أردتم أن تسألوني في شيء يتعلق بالكهرباء أو الإلكترونيك، وإن أردتم أن أقوم بفيديو آخر أشرح فيه دروس حول الكهرباء، لا تنسوا طرح الشيء الذي تودون أن أقوم بشرحه، وإن شاء الله لن أدخل عليكم بكل ما أعرفه. هذا مكبر صوت مثلا، أريد أن أعرف هل هو شغال أو لا. هل لأن مكبر الصوت كيف يعمل؟ مجرد أسلاك صغيرة ملفوفة ويوجد مغناطيس وسطها.
إن كانت تلك الأسلاك مقطعة فالسبيكر لن يعمل. سوف أجرب الطريقة. أقوم بقلبه، نضع واحد هنا هكذا، ونضع الآخر هنا. كما ترون السبيكر شغال. كان هذا هو شرحنا لليوم، أتمنى أن يعجبكم. دمتم في أمان الله. إنها هذه خاصية التنبيه أو الصافرة.